بإشراف أمانة السر العام لوزارة الدفاع والأكاديمية العسكرية، تواصل مستشفى الحسين العسكري إجراء الفحوصات الطبية الخاصة باستقبال الطلاب المتقدمين على الدورة التأهيلية 87 من خريجي الكليات المدنية، والتي جرت بمهنية وشفافية ووضوح وبواسطة أطباء مختصين. وتضمنت الإجراءات فحوصات متعددة منها الباطنية والقلبية والأشعة والمختبرات. الفحص الطبي جاري بانسيابية عالية وبشفافية عالية وبتنظيم رائع من قبل المسؤولين على الكوادر المسؤولة على هذه الفحوصات، ونحن بدورنا كمستشفى الحسين العسكري نقدم الخدمات الطبية، ويتم إرسال بعض الحالات التي تطلب الاستشارة الطبية في الأطباء الاختصاص في مستشفى الحسين. الطلاب بدورهم أكدوا أنهم على قدر عال من المسؤولية والحرص والاندفاع الكبير، مشيرين في الوقت ذاته إلى تلقيهم مختلف الفحوصات الطبية، متمنين انضمامهم في صفوف الجيش العراقي الباسل. جئنا اليوم إلى المستشفى الحسين العسكري لغرض إجراء الفحص الطبي، ومن الله التوفيق إن شاء الله. اليوم كان حضورنا على مدى التقديم والقبولات، كانت الإجراءات كلش زينة والاستقبال كان كلش ممتاز، اللجنة كلش مساهلة ويا الطلبة، وأدائهم كان كلش حلو، كل شيء مرتب، وإن شاء الله ماكو أي إشكالات تصير، والتوفيق للجميع. تحرص وزارة الدفاع على انتقاء الأشخاص الأصحاء المتقدمين على الدورة التأهيلية وفق السياقات المعمول بها في المؤسسة العسكرية لرفد مصنع الرجال بطاقات شبابية كفؤة بعد اجتيازهم الفحوصات الطبية بنجاح. من مستشفى الحسين، علي سامي، إعلام وزارة الدفاع.